الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا روح شباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، روح شباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، البذل فينا ومنا والأجر ساقينا، البذل فينا ومنا والأجر ساقينا. الخير فينا والمنى، الخير فينا. ريماس حكاية وطفولة مبعثرة في زمن الحرب. طفلة ذات سنة ونصف تذهب جدتها لتنقذها من الإسهال، فتأتيها فتصيبها رصاصة غادرة. واليوم في أبواب الخير نتعرف عن هذه الحالة، وفي نسختنا الثالثة في أبواب الخير نتلمس حكاية ريماس، فتعالوا معنا. سلام ريماس، كيف حالي؟ خيري. والله انك تعرف تدري. سمني كيف حالي؟ خيري. ايش تتمشي؟ ايه ايش تمشي صح؟ يعملوا لك علاج صح؟ ايه. قلت تعالجي بولي واحد هنا يعملوا لك تدليك. ايوه، وبعدين وايش كمان يعملوا لك؟ يقولون لقولك. ايه. لعقبك. ايه. بدات تتحرك لقولك. ايه. ثق. ايه. ها تعال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. رمضانكم مبارك وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طبعا الكلمات تعجز عن الكلام. طفلة بدل من روح يسعفوها من أجل تعيش رجعت في إعاقة. ممكن تتكلمنا عن كيف أصيبت ريماس؟ يعني أصيبت في أيام المعبر، أيام الاشتباكات، الحوادث في معبر الدعي، لما أصيبان في العمود الفقري. كم عمرها؟ عمرها كان سنتين ونص لما أصيبان. الآن عمرها ست سنوات. ست سنوات وهي مقعدة على الكرسي حقها. علاجات، علاج طبيعي، نستخدم العلاج الطبيعي مع الأدوية بشكل مستمر شهريا. شهريا يعني تتحسن، حسن مع عندها رجل اليمين تمام، بدأت يعني تتحسن، وباقي رجل الشمال تأخره. تحلم انها تكون تمشي، انها تروح المدرسة، انها تروح تدي لأمها مقاضي. هي تقول لي كذا، اقول لها ان شاء الله تمشي، ان شاء الله بعون الله تمشي، بس تعودي امشي، تعودي امشي، تعودي امشي. ان شاء الله. فين بتروح لما ايش فين بتروح ماما؟ راسو. راسو. مدرسة. اشتري لي ثلج. اشتري لي ثلج. تحبي ماما؟ ايه. ها؟ ايه. انت تكبري وش تتعالج وش تقومي صح؟ قاعدة رجلك هذه تتحرك؟ من اللي تتحرك رجلك الان؟ هذه لا. والله انك تتحرك صح؟ ودي عادي صح؟ تتحرك صح؟
ريما أحم حنت قست تمنى تقول يا رب اشفيني يا رب قيمني منشان أخرج كن أخرج أدرس ومنشان أكون ألعب مع صحباتي صديقاتي اللي هو بعمره تقست يشوفهم يلعبوا قست تمنى يا رب قيمني أكون ألعب مثلهم ولو مثلا لو في أذان تقلست تدعي يا رب قيمني يا رب خلني أقزع أمشي مثل ما كنت يا رب نشتي خروج يا رب نشتي دروس يا رب يعني في كل ما تسمع الأذن تقص تدعي من نفسك كذا من نفسك بدون ما حاي كلمة هي تتمنى زيد نهي تخرج لما تشوف الدكتي أسعى على نفسه تزعل على نفسه سنة ونص أصيبت عمره سنة ونص أيام معبر الحبيل أصيبت يعني كانت تعبانة في بها طرش وإسهال روحنا شي نعالج على الطرش والإسهال إحنا راجعين من المستشفى قنصنا نرجع من جد الرقود مرة واحدة للقنص رجعنا للقنص يعني أيام معبر أيوة أيام ما كان عدم مغلق ما كانش محاصر لما كانوا ما يخلوش الناس لا يطلعوا ولا ينزلوا ما يرحموش في زيد هناك أطفال كثير بذاك المعبر تعوروا قنصوا غير ريمس وريمس ما كان من ضمنهم ما نعمل نحمد الله ونشكره دحين كيف تعالجوا الان نعالج الرعاية تمارين تمارين طبيعي علاج طبيعي وعلاجات عند الدكتور حقين عاود بكل شهر عند الدكتور عارف المخلافي علاجات الذي قرر لهم الدكتور اللي قرر له الدكتور في مع موليباك في مع علاج فيتامين حق تقوية في مع علاج طبيعي زيت كمان ايوه زيت الزيتون تمرين نمرخي اللي يقرر اللي احنا هو الطبيب احنا نعمله عندها ثلاث اثنتين خواتي هي الثالثه هي اكبر هي اكبر منهم ايوه واثنتين اصغر منه وعندها اخ ايش اشتغل ابوها والله طالبه الله حين كذا وحين كذا مع الحرب هذا والله ما نحمد الله مع العمل هذا البيت إيجار مساجر له ب 12 غرفة كان يشتي ب 15 بس لما انه الرجال طيب معانا هم احنا هي ب 12 غرفة وحمام اي غرفة وحمام ما فيش مطبخ نطبخ لك ها على جنب نطبخ كذا ها على جنب في الصالة كذا معانا منافس قليل نطبخ كده. Oh,
منا الخير فينا والعطاء نمنح ونعطي والحب حدينا الخير فينا الخير فينا والمنا الخير فينا والعطاء نمنح ونعطي والحب حدينا الخير فينا همس المعاني صحينا حب الخير دعينا همس المعاني الأمر الطبيعي أن تجد طفلة عمرها سنة ونصف محمولة على يد جدتها تحاول إسعافها إلى مستشفى قريبا لعلاجها من الإسهال أو أي مريض كان ولكن الغير طبيعي أن تستهدف الطفلة بقنص مباشر من معبر الموت الدحي من قبل ميليشيا الحوثي وتصبح هدفا سهلا لقناص لا يرحم طفولتها ويقضي عليها بطلقة واحدة تجعل من ريماس مقيدة على مقعد متحرك لا تقدر على الحركة ولا تمارس طفولتها الشقية في أرجاء المنزل وتتمنى كما قالت لطاقم أبواب الخير بأنها تريد أن تمشي لتقلب لأمها مقاضي البيت حلم بسيط مثل بساطة طفولتها التي سرقتها حرب ظالمة ريماس تراها تلك الطفلة الحنونة والفرحة بالحياة المقبلة إليها رغم إعاقتها فهي تحتاج لمسة حانية لتعود تلك الطفولة المهدورة على قارعة القهر والحرب ومؤسسة رعاية لأسر الشهداء حرصت أن تتعهد ريماس بزيارة في شهر رمضان لتقول لها نحن معك حتى وأنت على مقعدك سنكون معك ونوفر لك ما نقدر عليه حتى في إمكانياتنا الصعبة والشحيحة أبو ريماس دائما تتمنى ريماس أن تخرج الخارج وتتعالى أنت إيش تقول معك؟ نتمنى أن يسافروا بالقرحة للخارج يعالقوهم هذا النوع وأن يقررهم حتى أقل شيء راتب يعني من جهز الأطفال هم الأطفال علشان يعيشوا بسلام وراحة ويتمنوا أمنية صغيرة أنها تسافر تتعالج إن شاء الله أمنيتك يا دي تسافري ما تشي تسافر برا تسافر تمشي وتروح ترجع تمشي ها؟ إيه ريماس يا دولة يا حكومة يا شرعية ريماس بأمانة بأعناقكم ساعدوها تسافر ترجع حتى على الأقل معها إيش تمشي صح Thank you.
طبعاً ريماس يعني كما هو معروف، كما هو ملاحظ عليها، بنت مدنية صغيرة مشلولة في بداية العمر، سنتين أو ثلاث سنوات في بداية عمرها وهو مشلولة. إيش السبب؟ إيش الذنب؟ الحوثيين اللي يقنصون المدنيين. على كل طبعاً مؤسسة رعاية جابت وزارة الأخت ريماس وقدمت لها عيدية صغيرة مناسبة العيد إن شاء الله، فتتقدم لها تفضلها. هذا اللي قال رواك معك عيد، يلا كيف تحلي نشوفه. والله نقوم للدولة قدر استطاعتهم أن يقوموا بالصغير السن، لأن قرية يعني معاق على أبوه وأمه، ما يقدرش يعني أبوه ما يقدرش حتى يتكلف له أي شيء. نقوم للدولة أطفال ما لهم أي ذنب. نناشد الدولة أن تقوم بالأطفال هذين المعاقين الذي تساعدهم بقدر استطاعتها، معاقين حرب. طفلة وبراءة منحورة في زمن الحرب القاسية، طفلة لم تلحظ طفولتها، لم تلعب مع زميلاتها، لم تذهب كما كان هي تحلم أن تذهب إلى السوق وتشتري لأمها مقاضي السوق. حياك حكاية صعبة في زمن الحرب الذي طعن الطفولة في صدرها. انقلابيون لم يرحموا طفلا ولا شائب ولا مرأة ولا غير، أنهم يعانون المرض والفقر والجوع والحصار في محافظة تعز. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني. مؤسسة رعاية اسم ظهر ولمع ونجم برق خلال حرب ميليشيا الحوثي التي بدأت في محافظة تعز. مؤسسة رعاية هذه بدأت من الصفر، من لا وجود، فهي بدأت تهتم بالشهيد والجريح ورعاية أسر الشهداء. واليوم سنتحدث مع الأستاذ عصام التميمي المدير التنفيذي لمؤسسة رعاية للتنمية. نشكر قناة عدن على هذه الاستضافة. مؤسسة رعاية التنموية لأسر الشهداء والجرحى أنشئت في 21 سبتمبر 2015 بقرار وترخيص من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز، والتي كان وجودها ضرورة ملحة واستجابة للوضع الذي تعاني منه محافظة تعز، حيث كان لا يوجد مؤسسات للدولة وكانت المؤسسات غائبة، وكان الشهداء والجرحى بحاجة إلى مؤسسات تقوم برعايتهم والاهتمام بهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وذلك جزاء لهم لما قدموا من تضحيات تجاه اليمن وتجاه محافظة تعز. المؤسسة كانت وأنشئت لغرض الرعاية المتميزة التي تقدمها من أجل أسر الشهداء والجرحى في محافظة تعز، حيث أن هؤلاء هذه الفئتين الشهداء والجرحى هم بحاجة إلى مؤسسات وإلى دعم رسمي وحكومي وفاعلين خير، لأن العدد لهذه الفئتين عدد كبير جدا في محافظة تعز، أكثر من 6000 شهيد، أكثر من 22000 جريح. هذه الأعداد تحتاج إلى مؤسسات داعمة تقوم بتقديم الخدمات والرعاية لهم جزاء ما قدموا وثابروا من أجل اليمن ومحافظة تعز. أول مرة أشعر أنك مؤسسة تناشد جميع المؤسسات للتكاتف من أجل مساعدة الفئة التي هي تساعدها. هذا فعل خير أكيد ومحسوب لمؤسسة رعاية، إنما أنت تجد هذه الأنشطة التي تقوموا فيها هي كافية من أجل هؤلاء؟ مهما عملنا ومهما قلنا من أجل من مشاريع تجاه الشهداء والجرحى، فنحن لم نوفيهم حقوقهم. وكذلك الشهداء والجرحى يوجد الواجب عليهم تقديم لهم خدمات كبيرة. نحن نقدم ما نستطيع ونشعر أننا ما زلنا مقصرين في حقهم ومن الحقوق التي الواجب علينا تجاههم، لكن الأسر الشهداء والجرحى ما زالوا بحاجة إلى دعم من الجهات الرسمية ومن المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من فاعلين الخير، لأن ذلك يعتبر أقل ما تقدم ما يقدم لأشخاص قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن. يعني أنت الآن توصل رسالة إنه نحن كمؤسسة عملنا كثير من الأنشطة، ولكن ما زلنا غير قادرين على الوصول لأكثر.
نعم المؤسسة قدمت الكثير، ولكن ما زلنا بحاجة إلى دعم الجهات الرسمية، ما زلنا بحاجة إلى دعم المؤسسات الأخرى، ما زلنا بحاجة إلى دعم المنظمات المجتمع المدني، ما زلنا بحاجة إلى دعم فاعلين الخير والميسورين. العمل الخير وهذه الفئات تحتاج إلى دعم كثير، فنحن نناشد الجهات الرسمية، فاعلين الخير، المؤسسات أن تقف معنا في خدمة هاتين الشريحتين. قناة عدن الفضائية وأبواب الخير نضم صوتنا مع رعاية من أجل مساعدة أولياء أمور الشهداء وأيضا الجرحى وأيضا مؤسسة رعاية تهتم بالمبتورين، أيضا نهتم بهذه الفئة، ولا بد مساعدة الجميع وتكاتف الجميع مع مؤسسة رعاية لمساعدة أسر الشهداء والجرحى. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، بمنح ونعطي والحب حدينا. الخير فينا، روح شباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، روح شباب تقوينا، والمعروف سلوتنا، البذل فينا ومنا والأجر ساقينا، البذل فينا ومنا والأجر ساقينا. الخير فينا والمنى،